ومحظوظة بعدم تلقي إنذار، وبالفعل حكم مباراة يطلق صافرة النهاية، نهاية الفصل الأول، نهاية مباراة الذهاب، العناق بين اللاعبين، بين عادل رامي المغربي الفرنسي وزميله أبيدال، والروح طيبة تنتهي بهذه المباراة التي كانت عامرة بالكفاح في المستاية. إذن الحسم مؤجل إلى الكامب نو، برشلونة أقرب ربما بنفس النسبة التي استحوذ فيها على الكرة 60-40%، وبالتالي الصورة شبه النهائية ولكن ليست نهائية في هذه المواجهة في الكأس هنا في المستاية. فاليسيا 1 برشلونة 1. تصبحون على خير، وبعد الفاصل مع زميلي الأخضر. إلى اللقاء.